بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اشرح صدور الإسلام وثبت خطانا على عهدك يا كريم. الآن إن شاء الله تعالى نقارب بكل جد وكل أدب بعض آيات من سورة طه عليه السلام، ونبدأ بهذه الآية: ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. شوف، ربي يأمر وليطيع الأمر ينجو، يعني لما كانوا في شدة وتوقعوا ليكونوا مش يقضي عليهم فرعون وجنده. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبدك اذهب ليلا بعبادي فاضرب لهم طريقا بعصاه، يعني 12 طريق، هنا المفرد يقوم مقام الجمع. فاضرب لهم طريقا في البحر، طريق في البحر، وين تجد طريق في البحر؟ لهم طريقا إلا إرادة الله وقصد المولى هو الذي يعتبر. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يعني مش طريق يعني مائي، يابسا، يعني قاع البحر الأحمر فتحه الله منا على 12 سبيل. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي، شوف كل مشهد، فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا، موش باش يوصلوا يمدوا يديهم الآثمة ويجنيوا عليكم ويقتلوكم يعذبوكم بعد يقتلوكم. لا تخافوا، إذا كان أنت ما خفتش كقائد مش باش يخاف بنو إسرائيل مش يتبعوك، لأنه أنت دربتهم على القيادة، لكن هو في الحالة العادية مش بيتبعوا سيدنا موسى عليه السلام، خاصة إذا ربي فرض عليهم الجهاد. هذا بعض حقائق بني صهيون. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، أي لا يوصلك ولا تخشى، حتى ولو يوصلك ربي عنده كيفاش يمنعك. هذا يمشي بمخاخ الكرب، مخاخ ما يدعو الإسلام بغير حق، امشي بمخاخكم، أنتم ربما أشأم من بني إسرائيل. هنا وكان تبعوه لم يدركهم فرعون وقبيله أي جنده الظالمون، ولا يخشون شيئا من ذلك لأنه لم يصل هؤلاء الظلمة الكفر الفجرة إلى وضع اليد على بني إسرائيل. ما دابهم ربي قدر لهم باش يمنعهم، قدر لهم باش يتبعوا سيدنا موسى إلى عليه السلام. نعوذ بفضل الرحمن.